إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ أقرأه. ولما تيجي في أي عمل، النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أبتر ليه؟ معنى الأبتر مقطوع الزنق، يعني منه حتة وحتة ضايعة، لأن حين لا تبدأه ببسم الله يمكن يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك، أو ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة. يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بطر منك عطاء الآخرة، إنما عايز عطاء الآخرة قول بسم الله، عشان يبقى كل عمل تقبله علي في نيتك الله. كل وقل بسم الله، أنه أباح لي أن تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قول بسم الله. ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله. الله ممكنش تيجي دي، تبقى ازاي دي تيجي؟ فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة بعد تشرب الخمرة تقوم الله، طب حاول يعني إيه بسم الله؟ مش هتنفع الحكاية، ما تجيش حسرق بسم الله، هرتشي بسم الله. فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل، لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه إيه؟ أو أباحه الله. وانظروا إلى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له أوامر، له أوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك إيه، إنك لما تعمل أي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الإيه؟ في الآخرة. ده كلام على الأول، هو ده اللي يبقى إيه مقصود. وبعدين إياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الودة أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذن فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا أعصى ربنا أستحي إن أنا أقول له لا، أصل الرحمن رحيم، ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش حقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما تقولش تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، قول له أصل الرحمن رحيم وأصل رحيم.